في فقرتنا الأسبوعية عن تربية ولادنا النهاردة هنناقش مع حضراتكم موضوع مهم جدا شاغل بال مجتمعنا كله، ألا وهو ملف ثقافة الطفل. إزاي نحبب أولادنا في القراية؟ إزاي نشجعهم على الإقبال على القراءة؟ إيه هي مصادر تشكيلها؟ هل عصر السوشيال ميديا خلاص أنهى فكرة كتب ومجلات الأطفال اللي كنا بنستنى صدورها بفارغ الصبر عند بعين الجرايد وفي المكتبات؟ برضو هل الأم والأب عليهم دور مهم جدا في غرس الثقافة الأدبية جوه أولادهم؟ هل هي مسؤولية الدولة، مسؤولية الأسرة؟ أسئلة كتير هتجاوبنا عليها ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا يا أهلا بحضرتك، منورانا يا فندم. الله يخليك، شكرا. مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة في المقام الأول ولا الأب والأم في البيت؟ والله أولا أنا مبسوطة قوي من الأغنية اللي كانت موجودة قبل، يعني قبل ما نتكلم، يعني طبعا بنحتفل بذكرى المولد النبوي عليه افضل الصلاه والسلام. هاخد من الخيط ده الحقيقه العدد بتاع سمير النهارده، مجله سمير طبعا هي اعرق مجله اطفال في مصر وفي الوطن العربي وما زالت بتصدر لغايه النهارده. بنحتفل ونحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف في هذه المجله، وكمان بذكرى اكتوبر. انا عايزه اوصل، يعني يمكن الاجابه مش يعني غير مباشره شويه، لكن احنا لازم نعلم اطفالنا القيم الدينيه الحلوه البسيطه السامحه، وكمان القيم الوطنية الجميلة، ودي مسؤولية طبعا على الكل. الطفل ده لما يجي دي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسرة، الأب والأم، ومسؤولية المدرسة، ومسؤولية كل المحيطين به أنه يطلع حاجة جميلة. يمكن قبل التسجيل كده يعني قبل الهوا اتكلمنا، لا دي مسؤولية ناس كتيرة قوي، والدولة طبعا مهمة قوي أنها تدلي بدلوها في هذا الموضوع. والحقيقة السنة اللي فاتت حصل أن الدولة اهتمت جدا جدا بمسألة الأطفال وتربية الأطفال وثقافة الطفل من خلال مسابقة مهمة قوي قوي عملتها، أو جايزة كبرى عملتها بتضاهي جوائز الدولة بتقدمها للأطفال. وأنا شرفت أن أنا أكون رئيس لجنة التحكيم بالنسبة للقصة السنة دي. جائزة المبدع الصغير. المبدع الصغير بالظبط. فالأطفال عندهم مواهب جميلة قوي، دورنا إن احنا ناخد بإيد أولادنا. طيب عظيم. في الزمن اللي احنا عايشين، عشان نكون واقعيين بس وما ننفصلش عن الواقع، في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، إزاي أقدر أحبب ابني أو بنتي في القراءة وخليه يسيب الموبايل واليوتيوب والسوشيال ميديا؟ هو مش هيسيب الموبايل ولا اليوتيوب، خلينا زي ما بتقول حضرتك، احنا لا واقعيين، احنا طبعا بنقول الافكار الجميله الحلوه، بس مش عايزين نفرض عليهم اللي احنا الاشياء اللي احنا اتربينا عليها. بالتاكيد الزمن تغير. النهارده السوشيال ميديا بتلعب دور، اليوتيوب بيلعب دور، الوسائل التكنولوجيه بتلعب دور. هل هنقدر نتجاهل ده؟ هل هنقدر نقول له لا بالعافيه شيل الموبايل وحط وهنقول لك قصه جميله؟ لا، صعب جدا جدا. لا، انا لازم اخد ده بالتدريج، ولازم احببه، يعني لازم يبقى في دور للاب والام مهم جدا في البيت، ان انا ابتدي يعني ناخده بالتدريج من هذا الموضوع. ما يبقاش في اطفال بيقعدوا بال 12 ساعه وبال 10 ساعات على الالات، فده طبعا مضر جدا للعين ومضر للصحه ومضر لجسمهم طبعا. ومضر ممكن يشوفوا كمان، يعني اضف على ذلك ممكن يشوفوا حاجات ما هياش بتاعتنا، يعني اشياء بتؤثر عليهم تاثيرات سلبيه، واحنا مفهوم. عارفين الكلام ده وحصل قبل كده وكتبنا فيه الحقيقه. فده دور الاب والام في الاول. الاب هو اللي بياخد بايد على فكره اولاده ويحاول يوديهم السينما، يحاول يجيب لهم كتاب، او الام طبعا، يعني هو دور متبادل. احاول اجيب له مجله واقول له طب ما ايه رايك نعمل ده بدل ده شويه شويه، انا مش هقدر ان انا اخده تماما. المحتوى بتاعها يكون عامل ازاي؟ محتوى المجله يكون عامل ازاي اللي هقدر بيه ان انا اجذبه ليه؟ لازم يكون مواكب للعصر، لازم المجله تكون حلوه، لازم الكتاب يكون جميل وبيقدم فكره مبتكره قريبه منه. لازم اقعد احكي لو هو طفل بنسميه طفل ما قبل المدرسه، لازم اقعد احكي للطفل، نتبادل الحوار معاه. احنا زمان كان بيقول الجدات دايما والامهات بيحكوا حكايات، ده اللي عمل الرابطة الجميلة بين الأم أو الجدة والأطفال، يعني بقى في علاقة جميلة كده. صحيح. حلوة دي مفتقدة خالص النهاردة. هو في مين الأب اللي بيقعد بقى يحكي حكايات لأولاده ولا الأم؟ بصعوبة بنزهق بصراحة، بنزهق. أكلمك بمنتهى الأمانة، حكايات قبل النوم بنزهق. أنا مبسوطة أنك بتكلمني على يعني بشكل واقعي. من التجربة طبعا. لا، ما هو أنت لازم تتكلم معاه، تشوف إيه مشكلته، تشوف بيحب إيه، هل الفكرة دي استهويته ولا لا، بيحب ايه. الكلمه دي مهمه قوي. بيحب يرسم. طب ما تيجي نرسم، ما تيجي ما تجيب له الوان ويقعد يرسم. بيحب مثلا يغني، طب ما تخليه يغني، ما تخليه يعزف على اله. ما هو كده انا هاخده شويه من الموبايل ومن صحيح. ومن الـ يعني الـ من السوشيال ميديا والجيمز والحاجات دي كلها. طاغيه ده غطتنا بشكل غير معقول،
فلازم احنا نشيل ولادنا من الحكايه دي بشكل مدروس بقى، وفي صبر، لازم يبقى عندك صبر شويه. حاضر. ولا ايه؟ لا كلام حضرتك صح طبعا. طيب الكتابه للطفل، احنا كنا زمان دايما نقول ايه؟ ان الكتب اللي بتتعمل للاطفال لازم تحتوي على مجموعه من الصور عشان تكون عامل جذب بالنسبه للطفل. هل الطفل بتاع هذا العصر الصور بتفرق عنده؟ طبعا الصوره طول عمرها هي اللي بتفرق مع الطفل. ولو ان في كتب نجحت جدا 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 بدون ما يكون فيها رسوم، انا بقول رسوم مش صور، هي رسوم. في فن جميل هو كان موجود زمان، هو تألق قوي هذا الفن وكبر وبقى حلو قوي وبقى مناسب للكبار والصغار، اسمه فن القصه المصوره، الكوميكس ستريبس. ودي هي يعني المجلات الاطفال قائمه على هذا الفن الجميل اللي هو القصص المتتابعه، عارف اللي هي اللي بتبقى كادرات، والكادر فيه بالونه بنسميها بالونه، والبالونه مكتوب فيها كلام بسيط وبتبقى قصه متتابعه اللي هي زي قصص المجلات شرح اللي نعرفها. الصوره دي او لحدث حصل، بس الصوره دي جزء منه. بالظبط. الفن ده تألق في العالم مؤخرا، وبقى فيه رسامين هايلين في هذا الموضوع، وبقى فيه موضوعات كمان مش بس للصغار، للكبار. وممكن يتحول هذا الفن لسينما، يعني لقصه متتابعه، يعني بتبقى ممكن على شكل فيلم. فلا الصوره هي الجاذبه دلوقتي طبعا، ومهم، ويا ريت نحط فيها بقى محتوى كمان فني مكتوب بشكل جميل. طريقه الكتابه كمان لازم تختلف. طبعا على الصوره طبعا، وتكون خفيفه ولطيفه ومباشره وبتقول فكره جميله للاطفال. طيب هل احنا بنتابع باستمرار طرق الكتابه للطفل عربيا وعالميا؟ لازم نعمل كده. لازم نعمل كده ونشوف ايه الجديد ونشوف ايه الافكار الجديده. اقصد انتوا كمختصين في مجال كتابه الاطفال. طبعا طبعا، دي مش عايزه كلام، ولازم ننفتح على كل الثقافات، ما نبقاش احنا مقفولين على نفسنا ونقرا حاجات كتيره ونقدم للطفل الافكار الجديده بحيث انها ما تكونش يعني متضاربه. مفهوم مع طبعا. قيمنا، لان دلوقتي طبعا في افلام وفي برامج وفي هجمه كده ما هياش لطيفه، ارجو من الاباء والامهات ان هم يخلوا بالهم منها قوي قوي، لانها مندسه في الاعمال الفنيه بشكل ساعات بتكون بشكل خفي، ودلوقتي بقت بشكل ظاهر وباين. صحيح. قوي. فنخلي بالنا من كل الحاجات اللي اطفالنا بيتعرضوا ليها. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك بقى عن مجله سمير. وازاي قدرت تحافظ على مستواها طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ مجله سمير بدات في مصر من سنه 1956 من مؤسسه دار الهلال. وفضلت مستمرة، وكانت معاها مجلة ميكي بعدها بثلاث سنوات برضو من مؤسسة دار الهلال العريقة. أنا بعتبرها مؤسسة عريقة بتصدر أهم مجلتين أطفال في مصر في فترة معينة. مجلة سمير حافظت على الخط بتاعها، الخط الوطني، هي مجلة وطنية مصرية جميلة أسبوعية فيها شخصياتنا المصرية الجميلة، كتب فيها كل الكتاب الكبار ورسم فيها كل الرسامين الكبار. فلما توليت مسؤوليتها حافظت على هذا الخط، مغيرتوش. مع مواكبة العصر بقى، ان احنا نبتدي نحط الافكار الجديدة، نبتدي نستعين بالرسامين الموهوبين اللي موجودين، ابتدي اشرك الاطفال في العملية التحريرية والفنية. عظيم. يعني احنا بنقول ان احنا عايزين ابنك مثلا يرسم، مش كده؟ خليه يرسم، انا هقول له اهلا وسهلا يتفضل يرسم عندنا. هتلاقي ان الاطفال ارتبطوا بالمجلة، في ورشه فنيه بنعملها كل اسبوع، كل يوم سبت بيجوا يرسموا ويفنوا زي ما هم عايزين، وننشر لهم هذا الفن الاسبوع التالي على طول على يد متخصصين طبعا. حاجه تشجعهم طبعا. تشجعهم. الاقاليم بيبعتوا لي جوابات لغايه دلوقتي. وننشر مثلا اعمالهم، او ننشر، بيقول لي انا بكتب بشعر حلو قوي، بننشر القصائد، ننشر الاعمال بتاعتهم، وبالتالي بقى في ارتباط بين القارئ وبين المجله. ده عظيم جدا. حضرتك بتكتبي من الثمانينات للطفل مش كده؟ نعم. بتكتبي من الثمانينات. ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في الكتابه للطفل؟ الطريقه نفسها. الطريقه نفسها اللي بتناول بيها الموضوع لازم تكون اب تو ديت ومتطوره، والطفل النهارده ذهنه حاضر. احنا كان وقتنا في بطء شويه. في بطء شويه، لان النهارده ذهنه حاضر، لازم اقول له الفكره كده بشكل جميل. ما كانش في مدخلات كتير برضو زمان يعني. طبعا. طبعا، وكنا هادين، ويعني كل الحاجه اللي بتتقدم لنا بناخدها. النهارده لا، الطفل بيجادل وعنده افكار مختلفه وجميله، ولازم احنا نواكب هذا التغير اللي حصل بشكل جميل. وانا بحرص قوي على الارتباط بكل ما هو جميل برضو، يعني قيمنا الحلوه لازم ان احنا برضو نبقى متمسكين طبعا بيها. لازم نحافظ عليها. طيب طبعًا. المجلة حتى الآن عليها رواج، في ناس بتطلبها؟
في ناس بتطلبها طبعا. في ومن الاقاليم كمان بالذات الاقاليم المصريه وفي بعض الدول العربيه بيحبوا قوي هم منهم بيطلبوها كنوستالجيا كنوع من الرجوع للماضي شويه وبيخلوا اولادهم كمان يقروها. لكن طبعا لازم اقول لك ان طبعا ما بقاش الاقبال على المجلات عموما زي ولا الجرائد على فكره زي زمان. صحيح. لان النهارده بنمسك الموبايل للاسف نشوف طيب موجودين الأخبار. احنا بقى على المنصات المختلفه طبعا. ده نوع من التطور بقى ان في صفحه لمجله سمير على الفيسبوك مثلا وفي اطفال بيراسلونا على الفيسبوك في قراءه او تصفح يعني الكترونيك ممكن اللي عايز يتصفح الكترونيا ده متوفر برضو مع المجله الورقيه برضو. طيب عظيم جدا. شايفه ايه اللي محتاجه الطفل؟ الطفل محتاج اهتمام من الاسره الاول. يعني دايما بقول لو هي حلقات فالأسرة هي الأهم أهم حاجة الحقيقة. الأب والأم لازم يلعبوا دور مهم. بعد كده بعد دور الأب والأم في دور المدرسة. المدرسة طبعا في تراجع كبير قوي في الأدوار اللي كانت بتلعبها المدرسة في وقت معين. في حصص مهمة لازم ترجع تاني. حصص النشاط الرسم القراءة اللي بتبقى موجودة هل ده هيبقى متوفر ولا لا. لكن الدولة بتعمل دور النهاردة بقى إن احنا نرجع الحاجات الجميله اللي كانت موجوده زمان بنحاول نرجعها بقدر المستطاع. عظيم جدا. هل في مواصفات يا دكتوره لازم تكون متوفره في الناس اللي بتكتب ادب الطفل؟ طبعا. يعني مش اي كاتب ممكن يكتب للاطفال. لا. واعتقد ان في قصه اتمنى انها تكون مظبوطه يعني الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ الاستاذ الكبير قالوا له ما تكتب للاطفال. قال لهم لا انا مش تخصصي يعني ما اقدرش ان انا اعمل كده. اعتقد ان القصه دي اتمنى انها تكون مظبوطه لان هتدل لو دلت على شيء هتدل ان كاتب الاطفال ده لازم يكون عنده مواصفات معينه ان هو نفسه يكون طفل ده اول حاجه وانه يجيد استخدام اللغه لازم يكون متقن للغه العربيه بشكل جميل ويقدر يبسطها علشان توصل للطفل. طيب في هذا الملف بشكل عام يا دكتوره ايه هي التحديات اللي بتواجهها؟ لا كتيرة التحديات كتيرة جدا. أولا لو ابتدينا من الأسرة الأسرة النهاردة ما هياش يعني الأب والأم مش متفرغين قوي لتربية الأطفال يعني مش زي زمان ما كانش فيه اهتمام قوي يعني ما بقاش فيه اهتمام قوي زي زمان. لا عايزين نرجع هذا الاهتمام عايزين نرجع أن نسمع أطفالنا نشجعهم. والمدرسه كمان عليها دور كبير جدا لان الطفل بيقضي وقت طويل جدا في المدرسه فلازم يكون يعني المدرسه بتادي دورها ناحيته. وبعد كده الدوله وزي ما قلت الدوله عملت دور كبير قوي. عظيم جدا. هنا بقى عايزين نركز من كلام حضرتك على دور الاب والام في انهم ما يسيبوش ولادهم طول الوقت كده قاعدين على السوشيال ميديا والموبايلات قاعدين ماسكين الموبايلات بيلعبوا جيمز وفي عنف وبيشوفوا مناظر فيها قتل ودم وحاجات من دي ونرجع نقول ثقافه ولادنا اتغيرت ليه. صحيح. ما هو بايدينا عشان احنا اللي سايبينهم على الموبايلات عشان ناخدهم واحده واحده للقراءه طبعا. طيب هل ان انا اخدهم واحده واحده للقراءه يحتاج ان انا اقعد اقرا قدامهم؟ يعني لازم في مصاحبه الام او الاب. يعني ساعات في اباء برضو بيقدروا يعملوا هذا الدور. لازم اتكلم مع الطفل ما سيبوش. يعني كان في يعني فتره كده الامهات كانوا مشغول طبعا عشان الريتم وسرعه الحياه مفهوم. الست او الام تطبخ وبعدين تسيب عشان بقى الهيه بنقعده قدام الشاشه مش بس الموبايل على فكره في شاشات التلفزيون كمان يعني في بعض القنوات. عارف حضرتك المشكله هنا ايه يا فندم؟ ان احنا بعد فتره من الوقت بعد 10 سنين مثلا هبقى كسبت ايه واستفدت ايه؟ انا ما عرفتش اقومه وما عرفتش اربيه وما عرفتش اعمل معاه اي حاجه بس اكلته بس. هو ده هي دي المشكله. هو ده مربط الفرس بقى. احنا بنحاول ان احنا نجيب لاولادنا كل حاجه وفي المدارس بنشتري ما اعرفش ايه. انا يعني بستغرب قوي الحقيقه نشتري 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 احنا بقينا يعني استهلاكيين بطريقه غير معقوله. لا انا مش عايزه كده. انا عايزه ان انا اتواصل مع هذا الطفل هذا الكائن الجميل النعمه اللي ربنا جابها لنا. طب ما اتواصل معاه واتكلم انا اللي بشكله بالظبط. لا احنا بنتعرض لاخطار واحنا دايما من خلال البرامج بنقول لا نخلي بالنا من الولاد ونخلي بالنا من المواد اللي هي بتتقدم دلوقتي لانها يعني غير امنه في بعضها كتير جدا جدا غير امن على ولادنا. فاذا كنا عايزين ولادنا دول يطلعوا حلوين مش بس ان انا هاكله واشربه واوديه احسن مدرسه والبسه ما اعرفش ايه. لا
في ده شق مهم. الشق الثاني ان انا اقعد اتكلم معاه واشوف موهبته واشوف اراءه واشوف احباطاته. على فكره ممكن يكون محبط، طب ما اسمع يعني اسمعه واحاول احل مشكلته واكون في تواصل معاه. ده الاب والام اول حاجه، وبعد كده المدرسه دورها مهم جدا 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 ايضا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا، وشكر خاص طبعا على التطوير اللي بيحصل في مجله سمير، وانكم تحافظوا عليها ان هي تفضل بمستوى لحد دلوقتي. نشكرك طبعا، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره شهيره خليل، رئيس تحرير مجله سمير للاطفال، الف شكر. شكرا.